ترجمة فيديوهاتك بأسهل طريقة بأبسط الطرق بعد المشاكل اللي قابلناها أو في التعليقات. معظمها في مشاكل كتير جدا بتواجههم في استخراج ملف للترجمة عن طريق الفيسبوك بعد التحديثات الجديدة للفيسبوك، تغيير الصفحة وتشكيل وتغيير الأماكن ولبخة كده، أو بعض الناس بتشتكي من عدم قدرتها على الوصول لملف ترجمة عن طريق الفيسبوك. احنا النهاردة هنجيب ملف الترجمة من موقع عادي جدا أونلاين ما في بدون أي مشكلة. باخد أنا الرابط بتاعي نسخ، تمام، وانزل الفيديو بتاعي على جودة اقل، ده 720 كمان، لا انا خليه 360، وهينزل الفيديو معايا، هيتحمل، اقول له تحميل، تمام، هيفتح معايا هنا، هضغط العلامة اقول له تحميل. ده اي طريقة انت عندك، اي برنامج عندك عن طريق اليوتيوب نفسه اضافت ميزة التحميل، ولكن لما باجي احملها يعني من هنا هو تنزيل، ميزة التنزيل من هنا بتنزل بنفس جودة الفيديو. انا عايز الجودة قليلة لان انا ما يلزمنيش غير الصوت فقط، هو كده من هنا اتحمل معايا، بروح انا، هو ده الموقع، هو ده الموقع، موقع بسيط جدا جدا جدا، تمام، كلايدو اهو. هاخد انا الرابط من هنا هسيبه لكم فين، في قناتنا في التليجرام، اقول ايه رابط استخراج ملف ترجمة، ده في قناتنا في التليجرام، لو دخلت اهو، تمام، هو ده، لو دخلت وانت هنا على قناتنا الاساسية وانا على قناتي الاساسية، في فوق في الصفحة الرئيسية هو قناة التليجرام، او من لمحة، او لو دخلت من لمحة برضو هتلاقيه في الروابط اللي تحت قناة التليجرام هتلاقيها، تمام، هنزل لك برضو في ده، فيها يبقى نزلناه زي ما احنا شوفنا دلوقتي. وهروح على الموقع، اول ما بتفتحه بيبقى بالشكل ده، تمام، بضغط انا هنا على تشوز فايل، يعني اختيار ملف، وتفتح معايا الحاجة اللي على التليفون، التليفون نفس الكمبيوتر بالظبط، مفيش مشكلة. الفيديوهات اللي عندك او الفيديوهات المحملة، ده هو ده الفيديو اللي لسه نزل دلوقتي اهو، هيفتح معايا، هيقعد يحمل بس كده عند الموقع، مفيش ادنى مشكلة، موقع بسيط جدا وبكل سهولة استخراج كل صوتك من الفيديو الى كتابة، تمام، وممكن تاخده كملف وتحطه في اليوتيوب، ونكمل باقي الطريقة بتاع الفيديوهات السابقة اللي هسيبها لكم برضو ان شاء الله في الوصف، وهتظهر لك عن طريق فوق في علامة الاي الاول اللي هيظهر حالا دلوقت، هو الفيديو بالطريقة العادية، ان انت لو فيديو قصير تقدر تكتبها انت، تمام، طريقة الكتابة، وهو هيترجمها لك لكذا لغة، او الطريقة التانية اللي انت استخراج عن طريق الفيس، ده حريتك، والطريقة اللي احنا بنشرحها النهاردة عن طريق الموقع ده. عندي 3 اختيارات، بختار الاختيار اللي تحت الاخير ده اهو، وبختار هنا اللغة، عندي انا بالنسبة لي والاسهل عامة اللي هي عربك ايجيبت، انا عايزها بنفس لهجتي انا. عندك هنا كل اللغات اللي انت عايزها، عربي مش عارف الجيريا يعني جزائر، عربي بحرين، عربي عراق، عربي مش عارف كل، وعربي اردن، في حاجات كتير يعني، تمام، فانا بختار بالنسبة لي انا عربي ايه ايجيبت، انت تختار لغتك زي ما انت عايز، وبقول له جنريت، تمام، بضغط هنا على المربع الازرق، هو بيحمل حاجات بسيطة جدا وبيجيب لي الملف الترجمة او اللي هو الترجمة نفسها بتبقى مكتوبة. اول ما بتفتحها معايا انا بستغل بس الوقت هو بيحمل، وبقول لك على اللي هقوله بعد كده، تمام، عشان ما ناخدش وقت وحد يجيب لي كوباية شاي وانا اقول له لا او كلام من ده. فاللي عمل لحمة في العيد ان شاء الله يبعت سندوتش لحمة بس عم يحمل ان شاء الله. اللهم صل وسلم على زيد وبارك على سيدنا محمد. بس هو ده الموضوع يعني، تمام، هو بيجيب لك اللي هي الوقت الكتابة هتظهر لك قدامك، ممكن انت تعدل فيها زي ما بنعدل فيها على اليوتيوب، نفس الطريقة اعدل فيها كلمة كلمة قبل ما انزل الملف، مفيش ادنى مشكلة يعني، ارجعها، تمام، وممكن انزله وارجعها على اليوتيوب، الاختيارين قدامك. بس نصيحة، لو فيديو طويل ما ترجعهاش هنا، لانه ممكن يعني لو قعدت كتير كده الصفحة ممكن تتقل معاك او حاجة، على حسب النت عندك. هي حصلت معايا مرة واحدة بس انا بقولها كمعلومة برضو يعني، انا في معظم الاوقات باخده على طول من هنا تنزيل استخراج ملف من هنا على طول، تمام، وبدخل على اليوتيوب اعدله، مفيش فيها مشكلة، تمام. يعني مثلا اهو لو جينا هنا هتلاقي ده الكتابة اختنا ايه اهو، يعني كده لو انا قلت شغلت جاب لي كلمة ايه في النص اللي انا عملت اختنا كده، تمام، هشيلها المفروض يعني، لو انا عايز اعدل ما انا شلتها اهو، لو انا عايز اعدل هنا مفيش ادنى مشكلة، عادي جدا اعدل، تمام،
كل حاجة عندي برضو. وانا والبنات هو دايما بيجيبه انا والبنات، المفروض ان هي لوحة البيانات من هنا تمام. يعني بعض الكلمات برضو ما بيقراش، ما بيقدرش يقراها كويس، ممكن ترجعها من هنا عادي جدا كل الكتابة اللي من هنا وتقدر ايه تعدلها، ما فيش ادنى مشكلة. او زي ما انا بعمل داونلود على طول اهو من هنا، بينزل لي ملف الترجمة تلقائي، هو بينزله هنا بتسيبه ينزل ويروح انا على فين، على كروم وعلى محتوى من لوحة البيانات، وهدخل اختار المحتوى وعلى الفيديوهات واروح على الفيديو المراد ترجمته، بضغط على علامة القلم منه او الفيديو نفسه وبنزل تحت على علامة الترجمة كده، اخترت الترجمة بضغط اعمل اضافة تمام. ده للغة العربية بتاعتي. وعندي هنا فوق خالص تحميل ملف، اسمه ايه تحميل ملف اهو، هحمل ملف هقول له متابعة تمام، واروح على الداونلود اللي احنا كنا منزلينها، وعندي ملف الترجمه فوق اهو اهو. انت بالنسبه لك هتدور على ملف الترجمه فين، بتحط في التليفون بالظبط اهو تمام تمام. بعد ما اراجع كل الترجمه اللي هنا اللي مكتوبه دي بالظبط تبقى ترجمه، احاول تخليها باللغه العربيه الفصحى عشان الترجمه التلقائيه تكون يعني تكون صحيحه، وبعمل كلمه نشر، بعمل كلمه نشر تمام كده 12. بضغط بقى بعد كده نفس الطريقه المعتاده اضافه لغه، نفس الحكايه بالظبط، بختار مثلا اول حاجه وعندي بتبقى الاسبانيه مثلا اي حاجه او الترجمه المطلوبه عندك، بروح على كلمه الترجمه من هنا وبقول له ترجمه تلقائيه اهو، ترجمه تلقائيه عملت تلقائيه اهو، بقول له نشر كمان كمان اضافه لغه، اروح بعدها مثلا ولو يكون على الافريقانيه انا ما اعرفش يعني ايه، بس ولكن اهو سهلة ترجمة تلقائية نشر وهكذا تمام. واضغط برضو وهكذا اي يعني ايه كل اللغات اللي انت عايزها، الالمانية مثلا بروح على اضافة ترجمة وبقول له كلمة نشر. ولكن في حتة صغيرة بالله عليكم، شايف الكتابة اللي تبقى مكتوبة على الشاشة، في بعض الناس بقى تقول لي في كتابة موجودة على الشاشة مضايقان، الكتابة دي حضرات ترجمة، بيبقى في عندك في التليفون كده فوق علامة سي سي من التليفون او من الكمبيوتر، لو ضغطت على علامة الترس هتقدر تشيل الترجمة، او في علامة كده جنب الترس على طول للترجمة، جنب الترس على طول مباشرة من الكمبيوتر، او لو التليفون بيبقى في علامة اسمها سي سي هنا كده تمام، تقدر تشيلها تمام. من التليفون بيبقى في علامة سي سي تقدر تشيل الايه الكلام ده تمام، وبعمل نشر يعني لو الكلام ده مضايقك يعني، وهكذا اضافة لغة نفس الفكرة بالظبط اهو. بروح بعد كده على الانجليزية انا اهو اضافة، مفيش ادنى مشكلة، ترجمة تلقائية نشر وهكذا، كل اللغات اللي انت عايزها، اي عدد من اللغات اللي انت عايزه، كل اللغات موجودة عندك على طول. الاندونيسية اضافة تمام، ترجمة تلقائية نشر وهكذا تمام. خلصت انا كده عملت كل اللغات اللي انا عايزها، نفس ما قلنا برضو في الفيديو اللي قبل كده، هسيبه لك برضو في الوصف ويظهر لك فوق تمام. بضغط انا بالنسبه لي على العنوان، العنوان والوصف، هذا العنوان مثلا، ده بالنسبه على اي لغه بقى، اي لغه اول باول، باخد الاسبانيه مثلا كلمه، بضغط على اضافه ومقابل العنوان والوصف، وباخد العنوان هنا اترجمه واحطه هنا، واخد الوصف اترجمه واحطه هنا، او يكفي العنوان لو هو مترجم بس، ففيش ادنى مشكله، بس يستحسن ان انت تترجم برضو الوصف تمام. ترجمت العنوان والوصف، قلنا لو من التليفون بيبقى في حاجه لوحه بيانات اسمها لوحه بيانات تمام، اسمها كده تمام، دي فيها ترجمه تقدر تترجم ترجمه مباشره، وفي لوح مفاتيح كتير جدا بتقدر تترجم، بس انا بقول على اللي هو الايه المتاح يعني تمام. او لو من الكمبيوتر بتفتح صفحه ترجمه هنا، بفتح صفحه ترجمه وبقول على هنا ترجمه اهو، فيش ادنى مشكله، واخد انا العنوان بالعربي اهو، واروح احنا كنا هنا اللغه ايه الاول الاسبانيه، بروح مثلا بعمل هنا وببدل الاسبانيه اهو، وباخد اللغه العربيه اهي تمام، بيجيبها لي بالاسبانيه باخدها بحطها ماشي، ونشر الوصف بعد انت عايز تعمله تعمله وهكذا. الافريقان دي الفكره كلها، برضو من هنا ابدل الافريقانيه دي اهي تمام، واخد ونسخ، نفس الحكايه برضو في التليفون واحد، واروح على الفيديو تمام، واهو نفس الحكايه
تمام. هو ده كده موضوع النهارده باختصار، موقع بسيط جدا سبته لكم في قناه التليجرام. في بعض الشروحات بتتوقف عند إضافة اللغة الأساسية بس وخلاص، يعني يجيب ملف الترجمة ويحطه وخلاص تمام، معتمدا على أي مستخدم يستخدم الترجمة التلقائية تمام، ده بينفع وكويس جدا، ولكن في الحالة دي مش هيوصل للمتابع الإيه، مش هيوصل للمتابع العنوان مترجم ولا الوصف مترجم تمام، هو ده الفرق. لكن الطريقه دي يعني انت جاي على الجزء الاسهل، جزء اضافه اللغات اضافه كذا لغه، ده جزء سهل جدا. واي سؤال في اي موضوع سيب تعليق بسؤالك تحت امر الجميع في امان الله. السلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته، في امان الله جميعا.